السلام عليكم ومرحبا مجددا لمتابعة الفورمي نيوز لهذا الأسبوع. بدأ ومنذ 10 مارس للعام 12 و2000 سريان مفعول اتفاق الاندماج والذي يطلق عليه أيضا الإقامة بالنقاط، ويعتبر توقيع هذا الاتفاق شرطا ضروريا لاستخراج إذن الإقامة، ويخص الأجانب ما فوق سن 16 والذين يدخلون إلى إيطاليا للمرة الأولى. كما ويتم التوقيع على هذا الاتفاق على طلبات الإقامة التي لا تقل عن عام إلا في بعض الحالات الخاصة. وفي لحظة التوقيع على العقد ينال طالب الإقامة 16 نقطة، وفي حالة فقدان الأجنبي لكل النقاط يتم إلغاء إقامته ويطلب منه مغادرة الأراضي الإيطالية. نداء إلى الحكومة الإيطالية لإيجاد حلول سريعة لقضية المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال العام 11 و2000 إثر النزاع في ليبيا. هذا هو ما قدمه أعضاء مائدة اللجوء التي تضم الكثير من المنظمات الإيطالية الناشطة في مجال اللجوء السياسي، وبتنسيق من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويطالب أعضاء المائدة بوجه خاص إعادة النظر في القوانين التي تنظم عملية الحماية الإنسانية وإمكانية منح إذن الإقامة المؤقت إلى طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الاعتراف لهم باللجوء السياسي في الأراضي الإيطالية أو الحماية الإنسانية. مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة، فإن الخوف المتعلق بوجود الأجانب في إيطاليا يبدو قد تراجع بعض الشيء. هذا ما انبثق عن التقرير حول الأمن في إيطاليا وأوروبا الذي قدمته مؤسسة ديموس آن بي آي ومنبر بافيا ومنظمة يونيبوليس. وجاء في التقرير ذاته أنه وفي الوقت الراهن هناك فقط 6% من الإيطاليين ممن يعتبرون الهجرة مشكلة أولى، وكانت هذه النسبة في السنوات القليلة الماضية قد بلغت 10%، ويجدر بالذكر أيضا أنها كانت قد بلغت 13% خلال العام 2007. وحلت مسألة الهجرة في المرتبة 6 من بين القضايا التي تؤرق مضاجع الإيطاليين، بينما جاءت قضية العطالة في المرتبة الأولى، وتليها الخدمات الاجتماعية والصحية، وثم الجريمة وحماية البيئة والمخاطر التي تحيط بها والتضخم المالي. الاستقلالية كإحدى الآليات الهامة في إدارة المقاطعة، وكذلك ذكرى ماضي هجرة مواطني ترنتينو، تجعل من مواطني ترنتو أكثر انفتاحاً، ولذلك يأتي المواطنون المهاجرون إلى هنا. هذا ما صرحت به ناديا كولياتينا خلال تمثيلها للجاليات الأجنبية في التظاهرة الشعبية التي نظمت في 10 مارس الجاري من أجل الوضع الاستقلالي الخاص لمقاطعة ترنتو. وأضافت السيدة كولياتينا قائلة: كنت في السابق أرى ترنتينو من خلال مشاكلي الخاصة ومن خلال معاناتي، إلا أنني بعد ذلك فهمت ماهية هذه المنطقة، وأنا أشعر الآن بأنني أكثر أمنا وأكثر قربا من أهلها. ومضت إلى القول أن آباء ومؤسسي هذه الاستقلالية قد ولوا، ولذا فعلينا نحن حمايتها. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ودمتم في أمان الله ورعايته.